يعود النواب إلى البرلمان في دورة سنوية جديدة حاملة العديد من التحديات، على رأسها دراسة قانون المالية لسنة 2019 والذي ينتظر مناقشته في آخر السنة. نواب الموالاة رحبوا بهذا المشروع ملتمسين فيه الالتزام بالحفاظ ودعم المكتسبات الاجتماعية رغم تراجع مداخيل الدولة. إذن كل ما هو دعم لقطاع السكن فيما يخص السكن الاجتماعي والسكن المدعم والسكن كل السكن بمختلف الصياغ نتاعو، مجانية التعليم والتجهيز والإنجازات في قطاع التربية، مجانية الصحة وكل ما هو تجهيز وتسيير في قطاع الصحة، أيضا كل ما هو دعم للعائلات المعوزة. هذه المرة لم يأتي بزيادات إن تعلق الأمر بالضرائب أو تعلق الأمر في جانب المحروقات، فأكيد أننا في التجمع الوطني الديمقراطي سنتمنه وندعمه في صالح المواطنين. نواب المعارضة بدورهم اعتبروا أن مشروع القانون الذي لا يأتي بضرائب جديدة ولا يمس بالتحولات الاجتماعية أمراً إيجابياً، لكنه برأيهم غير كافياً أمام انهيار القدرة الشرائية. هذا شيء إيجابي لأنه يختلف لأول مرة منذ 2015 نسجل في قانون المالية عدم المساس بالقدرة الشرائية وبمكاش ضرائب جديدة إلى آخره، ولكن كنشوفوا الأزمة الاجتماعيه اللي راهي تفاقمت في السنوات الاخيره جراء سياسه التقشف، جراء تقليص الميزانيات اللي مست كل القطاعات، حنا نقولوا هذا الشيء غير كافي. اما نواب حركه مجتمع السلم فاعتبروا مشروع القانون ايجابيا للمواطن لكنه سلبي على الاقتصاد الوطني لغياب اجراءات لتنويع المداخيل. نسبه الاستهلاك عندنا زادت في الجزائر السوق المحلي، ثانيا ان كميه الانتاج عندنا لا زالت ضعيفه، الدوله مشات الى اجراء اللي دارته العام اللي فات، هو اجراء ما يسمى بعمليه طبع النقود. طبع النقود هذه مساله لم نحذرنا منها في الحركه، قلنا مساله تتخذها وتلجا اليها الدول المتقدمه كاجراء لمدة معينة، لكن احنا الحكومة قد غنشو الخمس سنوات، وهذا خمس سنوات مشروع، هذا مش إجراء استثنائي. فهل سيسمح هذا القانون بإيجاد إجراءات فاعلة لتحقيق توازن اجتماعي في ظرف اقتصادي لا يزال سعر البترول فيه غير مستقر؟